الاخر الحكومه تريدنا نبصم على المرسوم بقانون وخلاص، نقفل ناخذ اغراضنا ونروح. هذه مساله مو اختصاصنا احنا، يعني على الحكومه ان يعني تتدبر الامر. البوصله الحقيقيه ينبغي ان توجه للمسؤولين عن هذا المشهد المخزي. الحكومه هي المسؤوله اولا واخيرا عن هذا المشهد المخزي. المصلحة الوطنية لا تقتضي أن نناقش 4 أو 5 مليارات وين بتروح، كيف ستصرف، يعني أين، كيف، متى، من وإلى من. عدم تأكيد صحة مبلغ 8.7 مليون دينار كمطلوبات مستحقة لدى وزارة الدفاع قيدت بأنها مصروفات، وين راحت ما يندرى. 51 مليون دينار إلى التسليح، احنا ما في أحد ضد لو كان 51 مليون دينار لتطوير قوة الدفاع اعطاهم زيادة وما شابه للمواطنين، ما قلنا شيء، بس ان احنا نشتري طيارات ما ادري متى بنستعملها لما تحلي وبعدين نريد نحدثها. ماذا يعني اخفاق الحكومة في تنفيذ ميزانية المشاريع المقررة بمقدار 135 مليون دينار بما يمثل 36% من ميزانية المشاريع دون توضيح لسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع؟ إذا لم يعالج هذا الموضوع بهذه الآلية ستكون هناك حالة من هروب الشركات المالية من البحرين. مثلما نعمل ونسعى لجعل البحرين جنة للمستثمرين، دعونا نفكر بأن نجعلها كذلك للمواطنين. لا بد من التفكير جديا في وجود بديل لقيام الدولة بوظيفتها في توفير السكن لمحدودية الدخل، بل للمواطن بما هو مواطن. المواطن يجب أن يكون له الأولوية، سواء كان على صعيد السكن، على صعيد التعليم، على صعيد العمل الكريم. نصف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم تقل عن 200 دينار بتصريح من وزارة العمل. هناك من يتقاضى راتب 70 دينار، ماذا يفعل بها 70 دينار؟ ماذا يشتري بها؟ مشكلة كبيرة يعانيها المواطن، مشكلة البطالة. شباب مواطن وعاطل، شباب مواطن ودون خط الفقر. هذا في مدارسنا تفيتي. نعم، صورة للتلميذ يذهب إلى المدرسة والله لو تأملتيها لبكيتي. شباب مواطن ولا يملك بيتا ولا شقة ولا ويسكن بإيجار. أمثال هؤلاء يأتون إلينا فماذا نصنع؟ شباب يعاني من ضيق المعيشة. 200 فلس ماذا هو؟ كوبون يا إخوان يعطى للفقراء، لماذا لا تحتضنهم الوزارة؟ إن مدارسنا ملأى بأمثال هؤلاء. تجنيس بلا حساب، أرض تباع وتوهب بلا حساب، دعم نفطي وغاز في غير موضعه، استثمار بلا تحكم على حساب ابن الوطن، أمال أجنبية سائبة تجول وتصول، معاهدات بيع وشراء مضى عليها عقود ترهق كاهل الوطن والمواطن. كيف يتحقق السلم الأهلي؟